أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أبرز وأهم ما قالته الصحف العربية والمواقع الإخبارية. نبدأها بالعناوين. ثورة فبراير كانت ضرورة أو ضرورية ومواجهة الميليشيا امتداد لها. نائب رئيس هيئة الأركان يقول للشرق الأوسط المعلومات تؤكد وجود وزير الدفاع الصبيحي في السجن المركزي بصنعاء. ومن بي بي سي، شاب في أفريقيا منعت عنه الحكومة الإنترنت ففاز بجائزة عالمية. وإلى أكثر الأخبار قراءة في صحيفة القدس، رجل يطلق زوجته بسبب انشغالها في تصوير الطعام وإرساله لصديقاتها. أهلا بكم. احتفت معظم المواقع الإخبارية اليمنية بالحادي عشر من فبراير، وتنوعت تناولات هذه المواقع بين طرح الأسئلة والتحديات التي تواجه ثورة الشباب التي ما زالت تخوض معركتها المتواصلة ضد الاستبداد. موقع الموقع بوست تساءل في تقرير خاص بالمناسبة: هل كانت ثورة فبراير ضرورة؟ قال الموقع: عند التأمل في التاريخ السياسي لليمن منذ القرن العاشر قبل الميلاد، وهو تاريخ ظهور أول دولة يمنية وفقا للنقوش والآثار، وهي دولة سبأ، نجد أنه لم يسبق أن حكم اليمن شخصا لمدة 33 عاما سوى المخلوع صالح. يضيف الموقع: لقد كانت ثورة 11 فبراير 2011 الشعبية السلمية ضرورة حتمية بعد أن فشلت كل دعوات الإصلاح السياسي والاقتصادي. وعن اللحظة الحاسمة التي انطلقت فيها الثورة السلمية يعلق الموقع: في أجواء مشحونة بالتوتر اندلعت ثورة 11 فبراير عام 2011 الشعبية السلمية بعد نجاح ثورتي تونس ومصر، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من تاريخ البلاد. موقع يمن مونيتور وضع في صفحته الرئيسية تقريرين عن فبراير، أحدهما بعنوان: في الذكرى السادسة ترسيخ الدولة اليمنية، كينونة ثورة فبراير ومواجهة الحوثيين امتداد لها. قال الموقع إن الذكرى السادسة لثورة فبراير 2011 التي أسقطت نظام صالح تأتي في وقت تشهد فيه البلاد حربا طاحنة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين وما تبقى من القوات الموالية للرئيس المخلوع. وينقل الموقع عن الناشط في الثورة الشعبية عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل همدان الحقب قوله أن الذكرى السادسة للثورة تأتي في ظل مآلات كارثية جر شعبنا إليها تحالف الحرب والانقلاب على السلطة الشرعية التوافقية، والتي توجت بمؤتمر حوار وطني شامل ناقش كل القضايا الماثلة في الساحة السياسية اليمنية. وقال الحقب اليمن مونيتور إن الصراع الجاري في اليوم في اليمن لا يخرج عن كونه صراعا بين مشروعين بلا ثالث، مشروع الثورة وأهدافها، وبين مشروع الإمامة البغيضة العائدة من قبرها لتستجم دماء اليمنيين بتحالفها مع عصابات الاستئثار بالقوة واحتكار الحكم تحت يفطة الجمهورية المزورة. لم يكن شعارها الموت بل الحياة، شتان بين مسيرة الحياة ومسيرة الموت، أليس كذلك؟ هكذا بدأ خالد الرويشان مقاله المنشور في المصدر أونلاين، وقال في أجزاء منه: كنتم وما زلتم سبب كارثة ما نعيشه اليوم، وليس ثورة الحادي عشر من فبراير السلمية. أنتم اليوم من تسبب بارتفاع الدولار إلى 400 ريال، وليس ثورة الحادي عشر من فبراير. هذه مسؤوليتكم، ألستم من تحكمون اليوم وتتحكمون منذ انقلابكم المشؤوم؟ هل يجرؤ أحد منكم أن ينكر ذلك؟ لم تزحف ثورة الحادي عشر من فبراير إلى عدن لحرقها، ولا إلى تعز لإبادتها، ولا إلى البيضاء لقتل أبنائها، ولا لدمت لتفجيرها. أنتم من فعل ذلك أيها الانقلابيون، وما زلتم. احترقت البلاد ومن فيها بسببكم، وما تزال تحترق، وتريدون أن تلقوا بالمسؤولية على الضحية على الحادي عشر من فبراير. أنتم من تسبب في خنق البلاد وشنقها، وبقرارات من مجلس الأمن والجامعة العربية.
هل تنكرون ذلك؟ تدير دولة باختطافها، وعليك أن تتحمل مسؤولية فعلك وفعلتك. فلماذا تريد أن تحمل غيرك نتائج فعلك وفعلتك وإدارتك وحماقتك؟ ثورة 11 من فبراير كانت نتيجة ولم تكن سبباً. كان النظام مأزوماً متورماً، وكان لابد أن تنفجر الأمور. كان رأس الدولة ورئيسها قد انتهت فترته الأولى والثانية والثالثة، وتم تغيير الدستور كي يستمر وانتهت الفترة، وتم الإعلان مرة أخرى عن تغيير جديد للدستور، أو كما قيل تصفير العداد. وتأزمت الأمور وتورمت وانفجرت. مجلس النواب وهو قلب البلاد تجاوز فترته القانونية، وعجز فقهاء القانون عن إيجاد علاج أو حل. كانت الشرايين متكلسة مسدودة والأوردة مهترئة ممزقة. كان النظام مأزوما متورما في رأسه وقلبه وأطرافه، وكان لابد أن يتهاوى الجسد العليل المتورم. هذه نتيجة حتمية كما يقول علماء المنطق، كان كل شيء مسدودا. قال الدكتور محمد المخلافي في ورقة عمل خاصة بثورة فبراير نشرها موقع الاشتراكي نت أن تحالف الثورة المضادة لم يعد مؤهلا للحكم وليس بمقدوره حكم اليمن، كما أن حالة الانقسام التي أدت إليها الحرب تجعل من غير الممكن حكم اليمن من قبل حزب أو تيار سياسي، وإن إنجاز مهمة استعادة الدولة وتجاوز الانقسامات المتعددة لن يكتب لها النجاح مهما كانت حجم القوى المدنية التي تعمل لتحقيق ذلك دون قيام ائتلاف وطني واسع، وهو ائتلاف يجب وفقا للمخلافي أن يضم الأحزاب والتنظيمات العابرة للطائفية بكل عناصرها، ويشكل تحالفا طويل المدى لمدة لا تقل عن 20 عاما للمشاركة في تحقيق السلام وفي بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. ومن موقع الصحوة نت ركز على احتفالات المدينة المحاصرة وعنوان الموقع: تعز تحتفي بذكرى 11 فبراير بإيقاد الشعلة وإطلاق الألعاب النارية. قال الموقع إن شباب الثورة الشبابية السلمية في تعز احتفوا بإيقاد شعلة الذكرى السادسة لثورة 11 من فبراير المجيد وسط مدينة تعز بحضور حشود جماهيرية غفيرة. مهرجان إيقاد الشعلة تزامن مع إطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء المدينة احتفاء بذكرى ثورة 11 فبراير السلمية التي طالبت برحيل المخلوع من سدة الحكم نتيجة الفساد والفشل والهيمنة الاستبدادية. وجدد المشاركون استمرارهم في المقاومة الشعبية التي تعد أو تعد امتدادا لثورة 11 فبراير، وذلك للتخلص من الانقلابيين واستعادة ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. كتبت وزيرة حقوق الإنسان في أول حكومة تشكلت بعد الثورة الشعبية في 2011 حوريا مشهور مقالا نشر في الموقع بوست عن ثورة ما كان لها أن تفشل. الثورة لم تفشل، وإذا ما كان لها من نجاح واحد فهو القضاء على مشروع الاستيلاء على الدولة واعتبار أبناء الوطن رعايا يتوارثه الأبناء والإخوة وأبناء الإخوة، وما زال الشباب على أهبة الاستعداد، ما زالوا في الجامعات ومواقع العمل وساحات النضال والشرف باذلين الأنفس رخيصة من أجل استعادة الوطن، وما زال جرحنا نازفا على المعتقلين والمخفيين قسرا والمشردين في الداخل والخارج، ولكن ذلك يهون أمام أسمى الغايات في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة هدف ثورة فبراير المجيد. الشعب اليمني الحر قال كلمته وأشعل ثورته ومضى مدافعا عنها وباذلا من أجلها كل التضحيات، وما زالت ضريبة هذا التغيير المنشود والمشروع يدفع في كل شبر من أرض الوطن. لم نكن بحاجة لهذه التكلفة العالية من أرواح الشباب الزكية ودمائهم الطاهرة لولا جنون حاكم متسلط هيأ النفس ووطنها على امتلاك كل شيء، ودفعته هذه النزعة الضيقة والأنانية لفقدان كل شيء. أما الثوار فلم يفقدوا سوى أغلال الذل والعبودية وفازوا بالحرية والكرامة. ما زالت مسيرة الثورة مستمرة حتى تحقيق كافة أهدافها
غير مهم الوقت الذي سنمضيه في النضال، ولكننا نشعر بالسعادة والرضا أن أبناءنا وأحفادنا لن يكونوا رعايا أو عبيدا لحاكم مستبد وظالم، بل مواطنين متساويين في الحقوق والواجبات. تابع موقع المصدر أونلاين واحدة من مظاهر الانتهاكات وخلط الأوراق من قبل ميليشيا الحوثي وعنوان: في صفقة تبادل أسرى، الإفراج عن الناشط الشبابي أمين الشفق بعد 487 يوما من اختطافه. وبحسب مراسل المصدر أونلاين، فقد جاء الإفراج عن الناشط أمين الشفق ضمن صفقة تبادل أسرى ومختطفين بين ميليشيا الحوثي والمقاومة الشعبية في محافظة تعز. وكانت ميليشيا الحوثي قد اختطفت الناشط الشبابي والباحث التربوي أمين الشفق أثناء مشاركته في تنظيم مسيرة الماء التي هدفت إلى كسر الحصار عن مدينة تعز منتصف عام 2015، وفشلت كل جهود الوساطات طوال الفترة الماضية في إقناع ميليشيا الحوثي بالإفراج عنه. عنوان موقع المشاهد نت في صفحته الرئيسية: جماعة الحوثي تنهب مساعدات إغاثية إنسانية خاصة بمحافظة ريما. وقال الموقع إن جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق صالح نهبت مساعدات غذائية قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأسر المحتاجة والفقيرة في محافظة ريما. وأفاد عاملون في الإغاثة بأن الميليشيا قامت بنهب السلال الغذائية المخصصة للأسر الفقيرة في مديرية الجعفرية، كما نهبت الميليشيا المتمركزة في نقطة علوجة مساعدات غذائية أخرى كانت مخصصة لعزلة بني أحمد. وأكدت مصادر محلية أن قوى الانقلاب تقوم بعملية نهب المساعدات وتسخيرها لمصالحها الشخصية عبر بيعها في الأسواق السوداء بأسعار كبيرة، في حين يتم تخصيص كميات أخرى لدعم عملياتها العسكرية. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نعود الترحيب بكم. الصحافة العربية اهتمت بدورها بثورة فبراير، وتحت عنوان اليمن في 11 فبراير سلمية الثورة إلى حرب الانقلاب. قالت صحيفة العربي الجديد: في الذكرى السادسة لثورة 11 فبراير، يبدو اليمن وقد قطع شوطا كبيرا بإسقاط الثورة المضادة أن حاولت اختطاف مسار التغيير الذي نادى به الشباب الثائرون قبل 6 سنوات. تضيف العربي الجديد: قوى الثورة تآلفت في بادئ الأمر من الشباب الذين خرجوا متأثرين بموجة الربيع العربي في أكثر من دولة عربية للمطالبة بالتغيير وإسقاط النظام الذي اعتبروه عائليا. وفي وقت لاحق ومع طول أمد الثورة، أصبحت القوى الحزبية والاجتماعية المختلفة في واجهة الثورة. وتتحدث الصحيفة عن المدن اليمنية في الحال الجديد: تبدو مارب اليوم كما لو أنها محور حركة الثورة وقواها التي خرجت بوجه نظام صالح، فيما عدن باتت العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية التي أوجدتها الثورة لمرحلة انتقالية. ووفقا للصحيفة، فإن الأوضاع والتحولات التي شهدتها الأعوام الماضية وأبرزها الثورة المضادة أوجدت وضعا ملغوما دفع إلى تأجيل الانتقال السلمي وتحول الانقسام السياسي إلى انقسام بالسيطرة الجغرافية. وجهت 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة نداء من أجل تقديم مساعدات عاجلة لتجنب حصول كارثة في اليمن، حيث يواجه ثلثا الشعب صعوبات في تأمين الغذاء بسبب الحرب. وقالت صحيفة الاتحاد إن دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو وبرنامج الأغذية العالمي اللذان يتخذان من روما مقرا لهما ومنظمة اليونيسف أن أكثر من 7 ملايين يحتاجون إلى مساعدة غذائية عاجلة، بزيادة 3 ملايين عن صيف 2016 كما أعلنت الوكالة الثلاث. ولفتت الوكالات إلى أن نسبة سوء التغذية بلغت مستوى حرجا،
إذ باتت تطال أكثر من 15% من السكان في 4 محافظات هي أبيان وحضرموت وتعز والحديدة. وقال مندوب الفاو في اليمن صلاح الحاج حسن إن سرعة تدهور الوضع والزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي أمران مقلقان جدا. قال السيناتور الجمهوري جون ماكين رئيس اللجنة العسكرية التابعة للكونغرس الأمريكي لموقع CNN بالعربي إنه لا يستطيع وصف العملية التي قام بها الجيش الأمريكي ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن بأنها عملية ناجحة. وأوضح ماكين قائلا في الوقت الذي تم تحقيق العديد من الأهداف في هذه العملية الأخيرة باليمن لأنني لن أصف أي عملية تؤدي إلى فقدان حياة أمريكي بأنها ناجحة، وذلك في إشارة إلى مقتل عنصر البحرية الأمريكية خلال العملية. إيران أمام مأزقها، تحت هذا العنوان كتب السوري ميشيل كيلو مقاله في العربي الجديد. ليس المأزق الإيراني الراهن وليد سياسات أمريكية أو روسية، إنه الإبن الشرعي لسياسات الملال التي مرت في مراحل ثلاث، بدأت الأولى بإقامة نظام مذهبي تبنى مشروعا استراتيجيا حكم علاقته مع العرب، قام على تجديد صراعات عصر كنا نعتقد أننا تجاوزناه منذ وقت طويل جدا، وأن مشكلاته لا تنتمي ولا يمكن أن تنتمي إلى حاضرنا، وأن من ثاروا في إيران وأرادوا نصرة الإسلام ومن غير المعقول أن يخططوا لاستئناف معركتي الجمل وصفين بأسلحة طائفية معادية للعرب ودينهم. ومع أنهم ركزوا على إحياء العالم الإسلامي، فإنه تبين أن هدفهم الحقيقي كان استغلال هذا الشعار لاستغفال المسلمين وتصدير ثورتهم عبر أفعال توسعية تخترق مجتمعات العرب وبلدانهم بوضع يدهم على القضايا العربية الرئيسة وفي مقدمتها قضية فلسطين، وفصل الفئات التي تشاركهم العقيدة عن مجتمعها وطنيا وروحيا لإعادة تنظيمها طائفيا وشحنها بوعي هوياتي يقرر موقفها وولاءاتها بالتزامن مع تطييفها وتمويلها وعسكرتها وتحويلها إلى جماعات مسلحة تحتل بلدانها من الداخل كفصائل من حرس طهران الثوري وجيشها. قال اللواء أحمد سيف نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية لصحيفة الشرق الأوسط إن الجيش نجح في الآونة الأخيرة في إخراج قيادات عسكرية بارزة من صنعاء إلى مواقع أخرى بعد أن أبدوا رغبتهم في الخروج والانضمام للجيش من خلال التواصل معهم وتيسير عملية إخراجهم بسلام. وعن المعلومات حول وزير الدفاع المعتقل لدى الميليشيات قال اللواء سيف إن آخر المعلومات وفق الرسالة التي تحصل عليها في الأيام الأخيرة من مصادره تفيد بأن الوزير محمود الصبيحي موجود في السجن المركزي بصنعاء، وهذه المعلومات المتوفرة في هذه الفترة إلا أنه لا توجد أي معلومة حتى الآن عن اللواء ناصر منصور. وأكد نائب رئيس هيئة الأركان أنه لا توجد نية لدى الانقلابيين في إطلاق سراح وزير الدفاع الذي وقع أسيرا في إحدى المواجهات العسكرية، وأن الحوثيين سيطرحون اشتراطات كبيرة يصعب تنفيذها من قبل الحكومة الشرعية. ناجي كولينز الشاب الصغير 17 عاما من الكاميرون، وهو أول أفريقي يفوز بالمسابقة السنوية للتشفير التي تنظمها شركة جوجل. وقالت شبكة البي بي سي أن الشاب يعيش بعيدا عن منزله بمسافة 370 كيلومتر، حيث يقيم في منزل أبناء عمه في العاصمة ياوندي لأن الحكومة قطعت خدمة الإنترنت عن مسقط رأسه. تحدث كولينز للبي بي سي عن مجموعة من المهام الفنية المعقدة التي أنجزها لشركة جوجل بين نوفمبر ومنتصف يناير والتي ساعدته في حصد جائزة التشفير. تتابع الشبكة، شارك كولينز في المسابقة مستفيدا من المعرفة التي اكتسبها من خلال تعلمه التشفير لمدة عامين، وكان مصدر تعلمه الأساسي هو الإنترنت والكتب الإلكترونية بالإضافة إلى مهارة أخرى اكتسبها خلال نشاطه.
وإلى أكثر الأخبار قراءة ومطالعة في صحيفة القدس العربي، رجل يطلق زوجته بسبب انشغالها في تصوير الطعام وإرساله لصديقاتها، حيث قالت الصحيفة وقعت حادثة طلاق بين زوجين في المنطقة الشرقية بسبب انشغال الزوجة بتصوير الوجبات. تضيف الصحيفة أن الزوج كشف عن ملابسات انفصاله عن زوجته قائلا: دعوت زوجتي على وجبة عشاء في أحد المطاعم الفخمة في المدينة، وعندما دخلنا المطعم وجدناه مزدحما، فانتظرنا لأكثر من 40 دقيقة حتى تم تجهيز مكان مغلق للعوائل. وأضاف: بعد إحضار الطعام بدأت زوجتي بتصوير أصناف الوجبات وتحرك الوجبات والصحون يمينا والصحون كما حاولت أن كلما حاولت أن أتناول وجبتي تبلغني بأنها لم تنتهي من التصوير وأنها سوف ترسل صور الوجبات لصديقاتها. وتابع الزوج: اشتدت سخونة النقاش بيننا وأوقفت التصوير فغضبت ودخلنا في نقاش حاد حتى ارتفع صوتها فطلقتها وغادرت المطعم. قراءة أخرى للتاريخ تحت هذا العنوان، كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال في أجزاء منه: من حق أي عربي يقرأ تاريخه كي يتجنب تكرار الأخطاء أن يتساءل كيف استمرت معاهدة سايكس بيكو الاستعمارية قرنا كاملا، وهل كان العرب خلال هذا القرن ضدها فعلا قلبا وقالبا، أم أنهم تعاملوا معها على نحو آخر؟ إن التعامل الأخلاقي مع التاريخ قد يكون من ثقافة الفروسية التي أصبحت في عصرنا براغماتية وتبادل مصالح ومقايضات سياسية. ويخطئ من يتصور بأن ما يجري الآن من حولنا وتحت أقدامنا أيضا هو وليد الساعة، فما من منبت شيطاني في هذا العالم. وبأبسط بديهيات المنطق فإن المقدمات تفضي إلى نتائج، ومن يزرع الشوك لن يجني الورد. إننا بحاجة إلى تصعيد وشحذ الحاسة النقدية في ثقافتنا لتشمل الاجتماعي والتربوي والديني إضافة إلى السياسي، وليس من المعقول أن تبقى هناك مسلمات تاريخية يحظر الاقتراب منها لمجرد أنها مدونة في مخطوطات أو كتب. وعصرنا الذي أنجزت فيه معارف في مختلف المجالات واستحدثت فيه مناهج كالحفريات التاريخية وتفكيك الظواهر وليس توصيفها فقط، يتيح لنا أن نعيد قراءة المقروء لكن بشكل معمق وليس أفقيا. طبيب مصري يدعى أحمد حسن يعرض مجموعة من الأعمال الأثرية والفنية التي صنعها من أعواد الثقاب في نقابة الفنانين التشكيليين بدار الأوبرا المصرية. مصطفى يحيى من البي بي سي زار المعرض والتقط الصور التالية. نتابع الصور التي حول فيها الطبيب أعواد الثقاب إلى أشكال فنية. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.